أيضا ما زلنا مشاهدين في متابعة لفعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. أهلا بك أستاذ أحمد. في البداية، ولو تطلعنا أو تحدثنا عن أبرز محاور الورش التحضيرية للمنتدى اليوم. مساء الخير يا فندم، مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير. مبدئيا كده طبعا زي ما احنا شايفين ان الدوله المصريه بقياداتها السياسيه الواعيه بتواصل ابهار العالم من خلال استضافه وتنظيم النسخه الرابعه صحيح من منتدى شباب العالم في هذا التوقيت، اللي طبعا معظم عواصم العالم بتعاني من تفشي جائحه كورونا بل وتدعو لمزيد من الانكماش والاغلاق. عايز اقول لحضراتكم ان الاجراءات الاحترازيه هنا في شرم الشيخ والتنظيم على اعلى مستوى من الدقه والاحترافيه اللي بيقدر يامن هذا التجمع العالمي الكبير. كمان الرساله الاهم ان النسخه الرابعه بتنطلق من شرم الشيخ، من ارض الفيروز، ارض السلام والامان. المنتدى هو رساله سلام ومحبه من مصر ورئيس مصر للعالم اجمع. من خلال المنتدى بنتبادل الحوار والخبرات والثقافات مع مختلف بلدان العالم، وده بيأثر بالايجاب علينا جميعا. الدوله المصريه طبعا بقت موجوده بعمق داخل مختلف دول العالم، ووصلت صور ايجابيه ورسائل هادفه متنوعه ومختلفه من خلال المنتدى. المنتدى زي ما حضراتكم عارفين فرصه كبيره وعظيمه لتقويه العلاقات بين شعوب الدول المختلفه وفق رؤيه مشتركه ومزيج متنوع. من خلال المنتدى بنناقش قضايا مهمه جدا، قضايا تهم جميع ومختلف البلدان والشعوب، وده وفق اجندات محدده وورش عمل متنوعه. كمان بنخرج من المنتدى بالعديد من التوصيات القابله للتطبيق والتي بتنعكس بالايجاب علينا جميعا. بنشكر طبعا الدوله المصريه والقياده السياسيه الحكيمه والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفرصه الكبيره العظيمه دي، وبنشكره على دعمه الدائم والمتواصل للشباب وتمكينه لهم. وطبعا اهم حاجه في المؤتمر هو تصدير الفكر الايجابي، ودي الرساله اللي بيحرص عليها تبنيها ورعايتها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني لو تطلعنا برضو استاذ احمد على ابرز المحاور في رايك اللي تم مناقشتها خلال الورش التحضيريه اليوم. النهارده يا فندم طبعا كان في ورش تحضيريه عن موضوع حياه كريمه، التجربه المصريه لتنميه الانسان. كمان كان في عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي. كان طبعا يعني كان في اكثر من ورشه، من كانت ورشه تنامي الدور العالمي للشركات الناشئه ورياده الاعمال، جائحه كورونا والاهداف بتاعتها للتنميه المستدامه. فكان في اكثر من ورشه النهارده، وبالفعل يمكن زمايلنا شاركوا في جميع الورش، بس انا النهارده ما كنتش يعني مشارك في هذه الورش، بس كان في جزء من زمايلنا كتير مشارك في هذه الورش وادوا نتيجه رائعه فيها. نتمنى طبعا للجميع التوفيق. الاستاذ احمد عصام، عضو تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، شكرا جزيلا لك.